السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. موضوعنا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن تأشيرة ليتوانيا. طبعا هذه الدولة أوروبية وضمن الدول الشنغن. مدة إنجاز التأشيرة شهر واحد، وصلاحية التأشيرة حتكون 3 شهور. السعر حيكون 1600 دولار. نوع التأشيرة حيكون سياحية، وحتكون أيضا استيكر على الجواز. المطلوب وجود الشخص في سلطنة عمان، وأيضا مطلوب 500 دولار مقدم، ويتم استعادتها في حالة عدم الحصول على الفيزا. الأوراق المطلوبة حتكون الجواز الأصل وصورة الشخصية 4x6. طبعا الدولة ضمن دول الشنغن كما أخبرتكم، والسعر أعتقد مناسب. رقم التليفون سوف يكون أمامكم لحجز التأشيرة. وبالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.